الذكر العددي، وهو الذي ورد محددا بعدد، فالعدد مقصود مثل ما العدد في الصلاة مقصود. صلاة العشاء 4 ركعات، العدد هنا متعبد به. لو واحد صلى 5 ايش حكم الصلاة؟ باطلة، رغم انه ما زاد يعني شيء، ما قام يرقص في 5، قام يصلي ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد وقال سبحان ربي العظيم وقال سبحان ربي الأعلى، لكن هذه الزيادة أفسدت العبادة. فالعدد مقصود، كذلك هناك ذكر مقيد بالعدد ينبغي أن تأتي به بنفس العدد المطلوب شرعا، لا تزيد ولا تنقص إلا إذا أذن لك بالزيادة. وهذه كثيرة وردت فيها أحاديث عظيمة، منها ما ورد في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قال دبر كل صلاة، يعني آخر كل صلاة، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، صارت كم؟ 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. تصور يا أخواني هذا الثواب العظيم على هذا العمل البسيط. هذا يستغرق منك 2 دقيقة بس، وتأخذ عليه ثواب غفران الذنوب لو كي مثل زبد البحر. لكن متى؟ دبر كل صلاة. لا تقولها صلاة وتخليها صلاة ثانية، لا، التزم بها من الآن. لو تحترق الدنيا برا لا تقوم حتى تغلقها، كلها 2 دقيقة.